السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول مراحل تجربة المستخدم هي مرحلة التخطيط، الخطة الاستراتيجية. هذه مرحلة مهمة جدا، وممكن تسمية هذه المرحلة مرحلة المسلك الحرج، لأنه تقريبا كل المراحل التي تأتي من بعد يعني تبنى أكثرها أو كلها على هذه المرحلة. مرحلة التخطيط تتكون من أمرين مهمين أو من عنصرين: أولا أهداف المشروع، ثانيا انتظارات المستخدم. لا يمكن البدء في مشروع سواء كان موقع أو تطبيق ونحن لا نفهم هذا المشروع، لا نفهم أهداف المشروع سواء كانت أهداف صاحب المشروع أو أهداف المشروع نفسه. أكيد أن كل مشروع وراه أهداف، سواء كانت أهداف مادية أو أهداف معنوية. ففهم المشروع جيدا وانتظارات صاحب المشروع وأهداف المشروع طبعا، هذه أمور مهمة جدا. وتأتي هنا مرحلة البحث، وكذلك خاصة مرحلة التموقع، خاصة مع المنافسين. ننظر في المنافسين، نقاط القوة، نقاط الضعف. نقاط القوة ننظر هل نستطيع في مشروعنا أن نطورها أكثر، ونقاط الضعف هل نستطيع أن نتفاداها ونحسن من المردودية. هذا فيما يخص أهداف المشروع، يعني حتى يكون كل ما يعني تقدمنا في 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 إعطاء مشروع جيد، هذا يحسن تجربة المستخدم. العنصر الثاني هو انتظارات المستخدم. ماذا ينتظر المستخدم من هذا المشروع؟ ولماذا يستعمل أصلا المستخدم هذا المشروع سواء كان تطبيق أو موقع؟ ما الذي سيجنيه؟ يعني ما هي القيمة المضافة للمستخدم في عند استعماله لهذا التطبيق أو لهذا المشروع؟ كل هذه أسئلة نطرحها حتى نفهم طبيعة المستخدم وانتظارات المستخدم. وهنا تأتي مرحلة مهمة، ومرحلة البيرسوناس هي مرحلة مهمة لن أتكلم عليها في هذا الفيديو، إن شاء الله نتكلم عليها في فيديوهات قادمة، لكنها مرحلة مهمة. فعلينا فهم المستخدم. مثلا في كثير كذلك من الأحصائيات تثبت طريقة وتعبر لنا أو تعطينا نظرة شاملة أو تقريبية على كيفية استخدام مثلا المستخدمين للتطبيقات أو للمواقع، وهذه مهمة للأخذ بها بعين الاعتبار، لأنها تساعد كذلك في إعطاء تجربة مستخدم رائعة وجميلة للمستخدم. يعني مرحلة التخطيط تكون كلها مرحلة بحث، يعني حقيقة هي مرحلة بحث بامتياز، يعني نبحث في كل السبل التي تساعدنا على إعطاء يعني تصور جيد للمشروع وتصور تقريبي نهائي تقريبا لانتظارات المستخدم. اليوم يعني المنافسة شديدة وشديدة جدا، ولكن إذا كلما اقتربنا من يعني من الارتياح ومن الاطمئنان عند المستخدم، كلما كان المشروع أفضل وأحسن وأقوى. ولذلك العمل على فهم المستخدم، فهم كيف يتعامل الإنسان مع الآلات، كيف يتعامل المستخدم مع هذا التطبيق، كيف يتعامل المستخدم مع هذا الموقع. ولذلك مرحلة البحث صراحة الكثير يهملها، ولكنها مهمة جدا، قد تأخذ بعض الوقت أو كثير من الوقت، ولكنها تربحنا تعطينا ربح لوقت أكثر، خاصة في ما يسمى الذهاب والعودة. يعني مع الديفلوب، لما نمر إلى مرحلة مثلا التطوير، لا نستحق الذهاب والرجوع الذهاب والرجوع. يكون عندنا يعني تصور جيد، نعرف كيف يكون سيستعمل المستخدم حسب التقريب هذا التطبيق أو هذا الموقع، وهذا يربحنا الكثير من الوقت.